مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام التاسع مساء، رصد أخباركم لكل ما جاء في وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا الصحف الإلكترونية. رحب بكم وبعبد الحكيم. حياك الله محمد، حياكم الله مشاهدينا مع ملف إخباري. نبدأ في حلقة الليلة بعد العناوين. وزارة الصحة تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في الرياض، الطائف رصد حالة وفاة في الخرج. الإنذار المبكر ينبه، ثلوج ودرجات تحت الصفر وذروة الصقيع في الرياض الأربعاء. مصدر في الشؤون الإسلامية، منع ظهور الدعاة في التلفزيون إلا بموافقة الوزارة. التحقيق مع رجل مرور أطلق عبارات بمكبر الدورية بعد نهاية مباراة كرة. في حلقة الليلة أيضا رسالة طريفة من ابن لوالدته يناشدها شراء هاتف محمول، والبياري يتفاعل معه ويحقق له ما طلب. من العناوين ننتقل وإياكم إلى التفاصيل. إذن أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في الرياض والطائف ورصد حالة وفاة في الخارج، مؤكدة عدم تماثل أي مرضى للشفاء خلال الساعات الأخيرة. وقالت الوزارة إن حالة الإصابة الأولى لمواطن يبلغ من العمر 58 عاماً وهو من الحالات الأولية، وظهرت عليه أعراض مرضية وأدخل مستشفى حكومي في الرياض وحالته مستقرة. وأضافت أن الحالة الثانية لمواطنة تبلغ من العمر 22 عاما وهي من الحالات الأولية وظهرت عليها أعراض مرضية، أدخلت مستشفى حكوميا في الطائف وحالتها مستقرة. كما أعلنت أيضا الوزارة إن أنها قامت خلال هذا العام بتطعيم أكثر من 2 مليون شخص من الفئات عالية الخطورة بلقاح الإنفلونزا الموسمية. وأوضحت أنها تمكنت بفضل الله تعالى من إيقاف أكثر من 90% من تفشيات كورونا في المنطقة.
المنشآت الصحية، مبينة أنه تم ولله الحمد علاج 2000 مريض مصاب بالتهاب فيروس الكبد المزمن سي بالأدوية عالية الكفاءة بنسبة شفاء بلغت 94%. مشاهدينا للحديث أكثر عن هذه الأخبار الواردة من وزارة الصحة ينضم إلينا على الهاتف الدكتور عبد الله عسيري، وهو وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية. حياك الله دكتور عبد الله. كما ورد في تقرير وزارة الصحة اليوم، هناك عدة إصابات بفيروس كورونا لم تتماثل الشفاء بعد، كذلك حالة وفاة. ما هي السبل الوقائية لتفادي مثل هذه الإصابة بهذه العدوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة هذا هي السنة الرابعة تقريبا التي نسجل فيها حالات كورونا. كما هو معروف أنه المصدر الأساسي للفيروس هو الإبل، الحالات الأولية التي تحصل في المجتمع لها اختلاط مباشر أو غير مباشر بالإبل، ثم بعد ذلك تكون هناك حالات ثانوية إما داخل أسرة المصاب أو في المنشآت الصحية. الذي تغير في هذا العام هو أنه الحمد لله التفشيات في المنشآت الصحية قلت بنسبة كبيرة جدا تصل إلى 90%، وهذا بفضل الله ثم بفضل التزام العاملين الصحيين في المنشآت بأساليب مكافحة العدوى، وأيضا بالفرز الصحيح للمرضى في الطوارئ. لكن لا زلنا نسجل حالات إصابة في المجتمع من نتيجة للمخالطة بالإبل، فنحن دائما ندعو المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ أساليب الوقاية التي يعني أعلنت عنها وزارة الصحة في مناسبات عديدة، منها أولا محاولة قدر الإمكان تجنب الاختلاط المباشر بالإبل، خاصة الإبل الموجودة في الحظائر على أطراف المدن، لأن نسبة إصابة الإبل في مثل هذه الحظائر عالية جدا. تمام. طيب دكتور عبد الله، دعني أنتقل من كورونا إلى التهاب الكبد المزمن فيروس سي. أنتم ذكرتم ولله الحمد في تقرير وزارة الصحة الصادر أرقام مبشرة، نسب شفاء عالية ولله الحمد.
90%. هل أنتم في وزارة الصحة بصدد تعميم التجربة العلاجية على كافة مستشفيات المملكة؟ نعم، والأدوية طبعا هي أدوية جديدة، يعني ظهرت في الأسواق في السنتين الأخيرة، وهي أدوية باهظة الكلفة، ولكن المبشر فيها أنها ناجحة جدا في القضاء على الفيروس، أيضا مضاعفات ناتجة عن استخدام هذه الأدوية قليلة جدا، فهي تعتبر فتح جديد في التهاب الكبد من نوع جيم. طبعا أعداد المصابين الذين نقدر أنهم يحتاجون العلاج في المملكة تتراحم بين 30,000 إلى 35,000، فهنا العلاج ما يقرب من 1,500 إلى 2,000 مريض كل عام حسب توفر الأدوية وحسب أيضا وضع المريض. إحنا نعطي الأولوية للمرضى الذين لديهم علامات على التليف الكبد، شكرا، حيث أن هؤلاء يجب أن يعالجوا بشكل سريع. ممتاز. دكتور عبد الله عسيري، وأنت الوكيل أو وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، شكرا جزيلا لك لهذه المداخلة والتوضيح. خلونا مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى الخبر التالي. نبه النظام الآلي للإنذار المبكر صباح اليوم من تساقط ثلوج بمواقع عدة ودرجات حرارة تحت الصفر بأخرى. وقال البيان: تتعمق الكتلة الباردة على شمال المملكة وتتساقط الثلوج بمشيئة الله تعالى على شمال الجوف والحدود الشمالية مع تكون صقيع على أجزاء من شمال المملكة. كذلك فرصة لتساقط الثلوج هذه الليلة والصباح الغد بمشيئة الله على طريف وحزم الجلاميد والقريات وما حولها، وانخفاض كذلك في درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. كذلك تابع البيان ذروة انخفاض الحرارة الأربعاء على العاصمة الرياض 5 درجات مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة دون الصفر على سكاكا وعرعر وتبوك وحائل وحفر الباطن شمال القصيم مع فرصة لتكون الصقيع صباح الأربعاء المقبل بإذن الله. طبعا مشاهدينا، مثل هذه التوقعات يعني ننتظر يعني بعض البيانات التي تصدرها هيئة الأرصاد، وإحنا بصدد إن شاء الله اتصال أو تواصل مع
هيئة الأرصاد لإيضاح الكثير من التفاصيل حول هذه القضية. صحيح عبد الحكيم. صحيح. أيضا الوكالة العامة للأرصاد لديها تطبيق، وحسين القحطاني المفروض إن شاء الله يوضح معنا صحيح. عدة تفاصيل حول موجة الصقيع التي تشهدها المملكة. صحيح محمد، ولأنه مو بجاهز ننتقل للخبر الثاني، وإذا تجهز إن شاء الله يتواصل معنا. ننتقل وإياكم للخبر الثاني. كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن الوزارة تعتزم إصدار قرار بمنع الدعاة من الظهور في القنوات التلفزيونية إلا بموافقة رسمية من الوزارة. وأوضح المصدر أن هناك تنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بشأن استضافة أي شخصية دينية في حوارات صحفية أو حلقات تلفزيونية معنية بالشؤون الفقهية، لافتا إلى أن التنسيق يعود إلى مكتب وكيل الوزارة مباشرة دون تدخل فروع الوزارة في المناطق وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن. هذا الخبر لقي تفاعل كثير من العدد من المغردين. خلونا نستعرض وإياكم هذه التغريدات. تركي الغريري في تغريدة حول هاشتاج منع ظهور الدعاة بالإعلام، منع ظهور الدعاة بالإعلام التقليدي لذلك لن يؤثر ذلك على شعبيتهم، لأن الإعلام المتجدد اكتسح الإعلام التقليدي وأسقط النخب المزيفة. يوسف كان يتحدث في تغريدة ثانية في نفس الهاشتاج قائلا المفروض أي شخص يتخذ صفة الإعلامي ويطلع بشكل متكرر يكون مع تصريح، لذلك مو بس الدعاة أما منع الدعاة دون غيرهم غلط. صحيح. تغريدة أخرى من متعب على نفس الهاشتاج، من يملك العلم يجب عليه الظهور بالإعلام وإلا فقد كتم علما ينتفع منه المسلمين على حد تعبيره. خلونا مشاهدينا ناخذ الاتصال اللي مع ممثل هيئة الأرصاد الأستاذ حسين القحطاني وهو المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة. حياك الله أستاذ حسين. أهلا وسهلا. الله يحييك. الله يحييك. احنا حريصين على أنك تكون معنا حتى توضح أكثر حول الأجواء اللي راح تكون عليها المملكة بشكل عام. حدثنا عن عدد من التوقعات اللي تتكلم عن أجواء شديدة أو تقلبات جوية مختلفة.
يستمر معنا حتى يوم الغد إن شاء الله. بصفة عامة أجواء المملكة هي أجواء شتاء، انخفاض درجات الحرارة الملموس، والتوقعات تشير إلى تسجيل درجات دنيا قد تصل إلى 7 درجات تحت الصفر على البريات والجوف والحدود الشمالية خلال اليوم وغدا إن شاء الله. بإذن الله تعالى. أستاذ حسين القحطاني، لو تابعت خلال الأيام الماضية عدد من الصحف ومنها صحيفة الحياة في 13 ديسمبر الجاري كانت تنسب إلى المرصد الأوروبي أنباء تتحدث عن سقوط ثلوج على شمال العاصمة الرياض وأيضا الصمان وأجزاء من منطقة القصيم. ما مدى صحة تلك التوقعات؟ حقيقة الهيئة نفت هذه المعلومات وأشارت أن المركز الأوروبي لم يصدر معلومات بهذه الطريقة، وقراءة مثل هذه التقارير تحتاج إلى خبراء ومعنيين في هذا الجانب حتى يستطيعوا تقديم المعلومات، وهذه عبارة عن معلومات مناخية وليست توقعات، ولا وجود لتساقط الثلوج على شمال الرياض حتى الآن. أستاذ حسين القحطاني، وأنت المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، شكرا جزيلا لمداخلتك وتوضيحك. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الخبر التالي. انخفض استهلاك الكهرباء في المملكة خلال هذا العام مقارنة بحجم الاستهلاك في العام الماضي، حيث لم يزد أعلى حمل للطاقة الكهربائية على مستوى المملكة عن 60 جيجا واط، رغم زيادة أعداد المشتركين بأكثر من 400,000 مشترك بنهاية أكتوبر الماضي. وقال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري إن الانخفاض يعد حدثا استثنائيا، كونه الأول منذ 15 عاما. فطوال السنوات الماضية كانت الزيادة سنويا تصل لنسبة تقدر ب7%. وكشف الشهري أن الهيئة حاليا تتعاون مع جهات عدة لدراسة أنماط الاستخدامات النهائية للماء والكهرباء بهدف معرفة العوامل التي تؤثر في سلوك المستهلك. مشاهدينا الكرام، تفاعل العديد من المغردين عبر موقع تويتر مع هذا الخبر. نستعرض جزء من تلك التغريدات. محمد الهاملي كان يقول: عبد الحكيم، لأن المستثمرين أو الأيدي العاملة أغلبها سافروا لذلك انخفض الاستهلاك، وبعدين أغلب قرى السعودية الإضاءة في الشوارع مغطاة أو مضاءة. الدكتور القويز كذلك في تغريده
أصحاب الفواتير المليونية لا تغيرت الأمور. أيضا عبد الحكيم، تغريدة الأخيرة كانت من المغرد حمدان يقول فيها: الأجل الحر قولوا انخفضت لأول مرة في المملكة. إذا كان هذا أهم ما جاء من تغريدة. مشاهدينا الكرام، إلى صفحة جديدة في أخباركم الليلة. استدعت إدارة مرور محافظة جدة رجل المرور الذي ظهر في مقطع فيديو أثناء قيادته لدورية المرور الرسمية وإطلاقه لعبارات بمكبر الصوت الخارجي بعد نهاية إحدى مباريات كرة القدم في استاد الجوهرة، وذلك للتحقيق معه وتطبيق النظام العسكري بحقه. وشددت الإدارة العامة للمرور في تعميم صحفي اليوم على أنها دائما ما تحرص على أن يكون منسوبوها هم أول من يلتزم بالأنظمة والقوانين ويكونون قدوة في الانضباط، ولا تقبل أي تصرف يسيء للجهاز. وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا في وقت سابق مقطع فيديو بخصوص هذا الخبر، حتى أيضا تعرفون الحقائق. دعونا مشاهدينا الكرام ننتقل إلى الفيديو. من هذا الخبر خلونا ننتقل وإياكم إلى خبر جديد نتابع. انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة طريفة من ابن لوالدته يناشدها شراء جوال آيفون 6 مقابل تغيير سلوكياته والالتزام بالصلاة والانضباط في الدراسة. حيث تفاعل رئيس شركة الاتصالات السعودية مع الرسالة وناشد الوصول إليه لتوفير الجهاز له، طلب الابن من والدته شراء آيفون 6 مستخدم بقيمة 800 ريال سعودي، واعدا إياه أن يبدأ صفحة جديدة في حياته ويتغير بنسبة 90% ويلتزم بالصلاة وأن يبر بها ويهتم بإخوانه وأن لا يستخدم الجهاز إلا بعد الانتهاء من مذاكرة دروسه. من جانبه نشر رئيس شركة الاتصالات السعودية خالد البياري الخطاب
في تغريدة على حسابه على تويتر مناشدا الأسطورة إلى الأبن، حيث قال: أحد يعرف سعد؟ يدلنا عليه. صراحة مع الوعود اللي حاطها للوالدة يستاهل سعد. هذا الخبر وجد تفاعل كثير من المغردين مع هذه الرسالة، وكذلك مع رد رئيس شركة الاتصالات. خلونا نستعرض شيء من التغريدات اللي معنا. خالد الجبري يقول: يا مدير شركة الاتصالات، سعد خلى أنا أعطيه الآيفون آخر موديل في السوق، بس أنت التفت لشغلك والحملة اللي قايمة ضدك من أكثر من 3 أشهر. المغرد الحربي عبد الحكيم كان يقول: تفاعل البياري مع رسالة مجهولة يتناقض مع تجاهل هاشتاجات ترندية أطلقها الشعب للنظر في سوء خدمة شركته على حد قول الحربي. هادي كان يتذكر شيء من رائحة أمه: يا حظك سعد، تبر في أمك وترضى عليك، الله يرحمك يا يمه، ذكرياتنا قليلة من أيام الطفولة، بس دعواتك كثيرة وأسأل الله القبول. بهذه التغريدة مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى خبر جديد. إذن في حادثة غريبة على المجتمع السعودي وضوابطه الشرعية الملتزمة، انقلبت سيارة تقل شابا وفتاة أثناء التطعيس في مكان عام بأحد المرتفعات. نشاهد. لازلنا مع مشاركاتكم ومع هذا الشاب من ذوي الاحتياجات وهو متذمر لعدم تمكنه من ركوب سيارته بعد أن أغلقت سيارة أخرى طريقة. نشاهد. لا، المساحة هذه فيني أقدر أدخل فيها أنا بالعربية عشان أدخل لباب سيارتي؟ حاطين مواقف لذوي الاحتياجات هنا وتسمح لمين ما كان يدخل يوقف فيه هنا مطار الملك عبد العزيز؟ العجيب في الأمر عشان نثبت لكم إنه هذه السيارة إنسان صحيح مش ذوي احتياجات. المساحة هذه زي ما انتم شايفين سكرينا بالحديدة، وهذه هنا الباب.
نزل بكل أريحية، معناته نزل إنسان طبيعي ما في ولا حاجة. هذا بس من باب التأكيد. ولا زلنا مع مشاركاتكم، وهذا المشهد المؤثر لشاب سوري يلتقي شقيقة بعد فراق سنوات، أحضان وبكاء وسجود، وقد ظن أنه قتل في حلب. مشاهد. ومشاركة أخرى مع الدكتور العريفي، وهو يستفسر عن معنى عبارة كتبها شاب يمني على سيارته. نشاهد. السلام عليكم. هذا كاتب يا جماعة مسلم ولكن حظي يهودي. خلني انزل اسال وش معنى هالكلام. السلام عليكم. الله حيه. انت كاتب هنا مسلم ولكن حظي يهودي. وش معناها يعني؟ لازم تشرح لي. يعني الحظ مو بزين؟ ابد الحظ بزين يا رجال، وادعو الله والحظ يتبدل دايم. طبعا الحظ هو من الله سبحانه وتعالى، ويتبدل ربما من حين الى حين، فلا ينبغي الإنسان أن ييأس من رحمة الله. يعني ربما يكون حظك اليوم يهودي مثل ما كتب الأخ، لكن غدا يكون مسلما مؤمنا تقيا صالحا يسرك. حياكم الله مجددا. اذا بفيديو الشيخ العريفي نكون مشاهدينا الكرام عبد الحكيم وصلنا الى نهايه رصد الليله. شكرا لك محمد، وشكرا لكم مشاهدينا على طيب متابعتكم. اللقاء يتجدد بكم ان شاء الله في حلقه الغد ومع زميلي سلمان وخالد. حتى